بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ناخذ المحاضرة الثالثة اللي هي تبدي بالترافلينج سيلسمان بروبلم، أو بالعربي هي مسألة البائع المتجول. بأغلب المسائل مال الكومبينيتوريال اوبتمايزيشن اللي هي الاختصار مالتها سي او ثابتة، هي عبارة عن ترتيب أو تنظيم كولكشن أو لوكيشن، لوكيشن اللي هي مواقع مجموعة من الأعمال أو الزبائن أو النقاط، وهكذا نرتبها وننظمها على شكل متتابعات أو على شكل روت. روت ونقصد به إنه مسارات، وأشهر واحدة بهن من مسائل التوجيه تسمى الأشهر النوعية الروتينج بروبلمز، مسائل التوجيه. اليوم راح ناخذ أبسط حالة اللي هي مشهورة جدا اللي هي الترافلينج سيلسمان بروبلم، الاختصار مالتها تي اس بي. والغرض من هاي المسألة، مسألة البائع المتجول، هو إيجاد أقصر طريق لمسار يزور كل النقاط أو المدن مرة واحدة فقط. يعني عندك أنت فد شغلة تريد توصلها بين كذا مدينة، هاي 6 مدن، ما معقول كل شوية تروح وتجي تمر على المدينة. نريد نلقي بينها 6 مدن هاي أو 6 نقاط أقصر طريق بحيث أزور كل نقطة مرة واحدة لا غير. يوجد مجموعة من الخوارزميات كثيرة الألغوريثمز اللي تحل هي هاي المسألة، وهي طبعا مسألة مو سهلة بالرغم انه بسيطة. نلاحظ احنا هندسة قدامنا مجموعة 6 نقاط، 6 عقد راح نسميها النودز، واكو لينك بيناتهن. اللينك هذا بيناتهن مثل اما مسافة او نقدر نقول الوقت تايم، يسميها حافات ايج. مثل ما قلت نريد نلقي نحسب الأقصر الطرق اللي يسوي لنا كونكشن بيناتهم. بعض الأحيان يريدون مسار تلقيه مغلق، يعني ننطلق من الوان ونرجع للوان نفسها، نمر بهن كلهن نرجع لعقدة واحد. بعض الأحيان لا، ابدي بالواحد انتهي بعقدة انت تريد حسب الطلب. بس هي الأغلب إنه تكون مغلقة، يدوها سايكل مغلق، أقصد بسايكل معناها دائرة مغلقة أو مسار عفوا مغلق. نجي هسه على تعريف الـ decision variables. المتغير القرار مالتنا هو الـ XIJ. الـ XIJ ياخذ واحد إذا كان عندي مسار من النود I للنود J، مثلا من الرسم فوق من عقدة واحد لعقدة 2، إذا مشينا به راح نعطي للمتغير مالته 1 اللي يربط بين x1 2. وطبعا المسارات هاي كلها تنتبه لفد مجموعه سميناها i. واذا ما مرينا بما اخذنا هذا المسار ناخذ نعطي للمتغير 0. هنا شرطنا انه ال i يكون اقل من j. السبب على ما يصير عندنا مرتين نذكر القوس مالت المسار، يعني عندي بين ال i وال j، ما اريد مره ثانيه اخذ ال j i، فثبتنا الاي اقل من جي. هل السبب هذا على ما يصير عندنا دوبليكيت. نجي هسه تعريف القيد. ناخذ عقده نوقف عليها، راح اصعد مره ثانيه اراويك، راح اراويك الاولاني. شوف هسه هذا القيد الاول، القيد الاول هاي اجيت على عقده 1، شنو مرتبط بها؟ x1 2، x1 3، x1 5. حاصل جمع بين المتغيرات 3 تساوي 2. ليش تساوي 2؟ لانه انا احسب الدخله والطلعه من العقده، انا قاعده اجي المسار يدخل بالعقده انتر اند ليفت اكزاكتلي 1، فالحسب اكتبه 1. احنا انا هاي 6 عقد كلها تتفرج عليها راح تلقي باو عليها واحده واحده. هسه هذا بالنسبه للعقده 1، عقده 2 راح اشوف 2 طالع من عند هالمسار للواحد للأربعة وللستة، حاصل جمعهن 2، وهكذا يصير عندك 6 قيود اعتمادا على العقد. نجي على دالة الهدف مالتنا الأوبجكتيف فاكشن. الأوبجكتيف فاكشن عبارة عن حاصل جمع كل المتغيرات، لكن أضرب شنو بيهن؟ أضرب إيش قد إحنا الوزن حاطيه على المسار مالته. مثلا كان بين العقدة 1 و2 هو 10، فأضرب 10 في المتغير x1 2 زائدا
واحد في المتغير اكس واحد ثلاثة، اجمعهم كلهم واخذ المينيمم لانه احنا قاعد نقول اقصر مسافة، فلازم يكون عندنا مسألتنا هدفنا هو ايجاد اقصر مسافة نكتب له مينيمم. عندنا فد مشكلة هنا بالموديل. الموديل شنو هو مالتنا هذا؟ احنا صحيح قاعد نطلع السايكل الكامل الكبيرة، بس قاعد يطلع بيها سايكل داخلي قصير، هذا يأثر على الحل مالتنا. خلي افرض هسه اني خلي افرض انه عندي الاوبتيمال سولوشن طلع لي 1 3 5 الكونسترينت هذا و2 4 6. احنا نشوف المغلقات، خلي ارجع للرسم مره ثانيه، شوف طلع لي 2 4 6، طلعت لي هاي سايكل 1 2 1 3 5، هذا سايكل داخلي، هذا كل مسار، كل اثنيناتهم هن مسار، كل واحد مسار بوحده ومسار مغلق. هذا صحيح من اجي اريد اعوضهن هنا، انا ايش قلت 1 3 5، 1 3 5 من اجي هسه هاي 1 3 وهاي 1 5 هياته، وهذا اخذ صفر، طلع هذا القيد اجعله يعني يحقق ان القيد مو ما يحقق. اجي 1 3 و3 5 وهذا اخذ صفر، طلع هذا القيد ويحقق لي هذا القيد همينه 1 3 3 5 زين، وهذا ياخذ صفر هم يطلع لي 2. اذا دن اثنيناتهن السايكلز، حتى هذا هم ارجع عوض بيهن، اخذ 2 4 2 6 مثلا، راح تلقي واحد من خلينا نشوف هذا القيد الاخير 2 6 زائد 4 6، هاي المتغيرين البي يحقق لي هذا، هذا راح ياخذ صفر. اذا هنا المتغيرات ذن الثلاثة يحقق لي 3 قيود، وهذا يحقق لي 3 قيود صحيح، بس هنا ما متصلات، انا اريد مسار كامل بين العقد كلهن، مو بس سايكل ثلاثة وهذا على جانب، فدني ايش اسوي؟ دني لازم ازيلهن ما اريدهن. فهسه اضافة للقيود الفوق الستة لازم بعد اضيف قيود، هاي القيود الجديدة تزيل لي هيك حالات، زيل السايكل الداخلي. هنا هذني هسه يعتبرن تجزئتين، هاي تجزئة 1 3 5 وهاي تجزئة 2 4 6. واحدة من طرق إزالة هاي نسميها سبتور، هاي كل واحدة من عندهن هذني نسميه هذا الرسم، هذا نسميه سبتور اللي هو شنو؟ مسار جزئي، على مود أحذف هذا وأخلص من عنده. واحدة من الطرق نحصل همين من الكونكشن، من الكونكشن الاتصال بين هاي التجزئتين، هاي مو تجزئة وهاي تجزئة، دني ال شو اسمها النود منا لهنا مو اكو اتصال بيناتهن بالرسم، شفنا احنا فوق اكو اتصال، بس نشوفه لي جوا، هذا من هذا الاتصال بيناتهن اقدر اني احصل قيد جديد. شلون؟ طبعا على شرط انه تكون التجزئة غير تافهة. يعني شنو اقصد بها غير تافهة؟ هذا بي 3 عقد اوكي، بس عقدة واحدة ما اخذها، لما تكون التجزئة عندي مثلا هنا 5 عقد وهنا عقدة واحدة، هاي التجزئة تافهة، ما يصير عندي التجزئة هنا بيها عقدة، لازم من عقدتين وفوق. فهذني هسه 3 ب3 مقبولة. راح انطي تعريف لها وبعدين، او خلي انزل الرسم اول شيء وارجع بعدين على تعريف مال الاس. هذا القصد تاني. مو قلت اني هسه هاي سايكل وهاي سايكل، هذا الاتصال بين المجموعتين بين التجزئتين، هاي تجزئة وهاي تجزئة، هذا اني الثلاث مسارات هن الاتصال الكونكتد بين البارتيشن اثنينات بين المجموعتين. فش اسوي؟ احصل من ذن المسارات مالتهن المتغيرات مالتهن اكتب قيد جديد، اكس 1 2 زائدا اكس 3 4 زائدا اكس 5 6، شي يصير اكبر او يساوي 2، هذا القيد الجديد راح يزيل هاي السبتور، راح يحذفها. هذا من اضيف القيود الفوق راح يزيل لي السبتور اللي طلع عندي. نرجع مره ثانيه على من على تعريف الاس. شلون انا حصلته؟ قلت انا واحده من الطرق، من تقرون احتمال راح تلقون غير شيء وغير اسلوب ما راح تفتهموه، فظلوا استكل هذا يعني ابقوا يعني بهذا الطريقه مالتنا. مجموعة الاس شنو هو؟ راح اعرف مجموعة الاس اللي هي عبارة عن مجموعة القيود العقد العفو الغير تافهة اللي من المحتمل تسوي لي سايكل.
كل تور لازم يمر بنقاط هاي السايكل، نقاط مالت الاس، ويمر بنفس الوقت مين بالنقاط الخارج اس على الاقل مرتين. فلهالسبب كتب هنا اكبر او يساوي 2، من قاعد يقول يمر بنقاط الاس، هاي مو هي هاي هسه هاي مو هاي اس، ترى هاي هم اس. 2، كل تور كل مسار يمر النقاط مالت الاس ويمر بالنقاط الخارج اس، يعني اذا ثبتت هاي اس فهي تعتبر هذني خارج اس، ويمر بذني على الاقل مرتين. فلهالسبب كتبناها اكبر او يساوي 2. هسه هذا قيد، خلينا نشوف القيد الثاني راح نضيفه. نبقى نرجع على الرسم، لو نشوف هنا 3 4 6 5 3، نرجع مرة ثانية، هذا مو سايكل مغلق، هذا الواحد واثنين هي عبارة عن تجزئة غير تافهة لأن بها عقدتين، هاي هم تجزئة، إذا عندي تجزئة 1 2 و3 و4 5 و6 هذني من الكونكشن بيناتهم، من هاي التجزئة وهاي التجزئة هذني الكونكشن بيناتهم، هذا وهذا وهذا الفيربل وهذا الفيربل، هاي الكونكشن من عنده راح أكتب أني ال كونسنتريتن جديد، تكتب لي اياه هنا انا اريدك. هسه لو اجي على هذا راح اعزل 3 4 وراح عندي شنو همين التجزئه الثانيه 1 2 6 5، زين هاي تجزئه غير تافهه لانه هذا 1 3 4 عقدتين وهذا 4، ذني همين اكتب لهن ايش راح ازيل، راح ازيل هذا وهذا، هاي الكونكشن بيناتهم هذا وهذا، فهم يصير عندي كونسترينت اكبر او يساوي 2. اخير اعزل هذا، هاي التجزئه تنعزل عن شنو؟ عن هاي السايكل، هاي عندي سايكل هسه 1 2 4 3، هاي سايكل، فمين يجي هذا شو اسمه الخط يجيني هنا، فالاتصال بيناتهم يا هو هذا وهذا وهذا وهذا، ذني الاربعه هم تكتبهن وتخلي لي قيد، راح يصير ايش قال عندي 4 قيود، ذني اللي راح اضيف للست قيود الفوق على مود النموذج مالتي يكمل وما يطلع عندي سايكل داخلي. شوف هسه هاي التجزئه فرضا لو ناخذ 1 و3، تنتبهوا لو اخذ 1 و3 هيات هاي 1 و3 وافصلها عن هاي الجزئه 3 4 2 6 5، هاي مقبوله؟ لا هاي مو فاليد بارتيشن، هاي تجزئة غير مقبولة. ليش؟ لما صار عندي ذني الأربعة ما سوى لي سايكل، شوف بدأت من الأربعة وانتهت بالخمسة، الخمسة ما رجعت للأربعة، فهاي التجزئة مرفوضة. وأي تجزئة من أي نوع أريد أرفع هاي مثلا أو أرفع الأربعة 6 والباقي ذني التجزئات ما مقبولات، لازم التجزئة ينتج من عندها سايكل، الأولى كانت سايكل 2 ذني على سايكل، سايكل طلع من عندهم. نجي هسه نكتب الموديل مالتنا، طبعا راح اذا تريدون هم تقرون تطلعون اكثر راح تلقوا باكثر من طريقه، لكن هاي تقريبا ابسط الطرق، خلينا نقول هذا جنرال هنا سوينا مينيمم اوبجكتيف فانكشن، هي عباره عن سيميوليشن حاصل ضرب شنو الكوست هنا اللي هي التايم قلنا او الديستنت المسافه بالمتغير. اجي هنا شنو هذا نست قيود الاولى، سيميوليشن الاولى ايش عندي؟ عندي المسار يطلع من العقدة كي يروح للعقدة جي، شوف هنا كي واي ينتمل للاي، الكي اقل او يساوي اي طبعا، زائدا يطلع المسار من الاي يروح من العقدة جي، جي هنا كاتبة عن العقدة جي بحيث الاي ينطلق من يطلع من العقدة اي ويروح للجي، حاصل جمعهن 2. اجي هاي هسه القيد اللي ضفته على مود اوخر شنو الصب تورس، سوميشن سوميشن اكس كي اي، الاي ينتمي للمجموعه اس، الكي ما ينتمي للمجموعه اس، قلنا احنا مو واحد داخلي وواحد خارجي، شو اسمه مو قلت اني المسار يمر بالنقاط مالت الاس ويمر بنقاط خارج اس، هيك كان مكتوب التعريف مال اس، يمر المسار بالنقاط مال المجموعه اس ويمر بالنقاط الخارج اس، زين على الاقل مرتين، فهسه مر بالاي زين وهمينا راح على الكي خارجيه وهنا هم بالاي وراح حمر على الجي، حاصل جمعهم اكبر او يساوي 2، هذا يغطي نوع الكونسترينت الثاني اللي كتبناه.
بحيث لكل اي جي ينتمي الى الاي والمتغيرات مالتنا تاخذ 0 1 لا غير. هذا هو الجنرال موديل للاي بي موديل مال للترافل سيلسمان بروبلم. سمعون الفيديو فد مرتين على ما تفهمون شلون سوينا شو اسمه. طبعا هو هذا ابسط انواع التور قلنا عفوا الروتنج بروبلم مسائل التوجيه. هاي هسه هنا المتغيرات مالتنا عندنا هنا السي اي جي شنو هي اللي هي دايركتد ترافل تايم من السي تي اي للجي. الان هي عباره عن العقد. الاي هي الايج. الاس هي عباره عن الفاليد بارتيشن. انقبلتوها وتكملون هذا الحكي. عندنا الريمارك تقروها انتم بس الاولى انا انبهكم عليها. الاولى شنو يقول اي موديل عدد القيود لنضيفها على مود نزيل السب تورز هي 2 على الاغلب 2 اس الان. اكثر شيء توصل 2 اس الان. والان احنا قلنا عدد العقد يعني هسه احنا العقد كانت مالتنا 6 فهنا النموذج اغلب شيء 2 اس 6 بس الواقع احنا احتاجينه بس 4 لكن بعض النماذج تحتاج لان هو يقول ات موست. وهكذا تكملون هاي عليكم الملاحظات تقروها. هذا حسا اوقف بالفيديو واكمل لكم بعدين. شكرا.